السلام عليكم أصدقائي، كما كتشوفوا معنا واد خاص في أكادير والسيول من جديد. إذا مع الأسف الشديد تعطلنا داز الوادي، إذا عندكم هذا الواد كيدوز بالزربة وداز بالزربة وحنا معطلين واحد شوية. مهم نشاركوا معكم باللي كان هادش اللي حط الله، باش نكونوا واضحين. دغيا كيدوز، هو عنده ساعة ساعتين كيدوز هذا الواد، هذا السيول، هذا واد من جديد، اللهم بارك. كما كتشوفوا كيدير البحر، واد رائع جدا، ولكن داز. وهذا السيول الخاص كيجيو من اكادير، والشتاء راه جاي في الطريق، باش نكونوا واضحين، الشتاء راه جاي في الطريق. اذا هذا السيول رائع جدا، راكم عارفين رمضان هذا صعب جدا تبدع، صعب جدا تتكلم. كنغامروا وكنديروا مجهودات ديالنا باش واخا رمضان، واخا انا دابا حاليا نكون شفتو عطشت وفيا الجوع بزاف، ما قدرتش نتكلم، ولكن حاولت باش ضروري حيت هذه خدمه، باش نكونوا واضحين، هذه خدمه وخصنا نديروا مجهودات باش نصوروا لكم السيول الجديده، الفيضان جديد. باش نذكروا لكم التاريخ، بعد الناس اللي كيقولوا لا كذبتي علينا، هذا الفيديو صورناه اليوم الحاد 31 مارس 2024، تالا قدر الله عاودناه في شهر 6 ولا شهر 7، راه عادي جدا كنعاودوه. اللي ما تفرج فيه يتفرج فيه من جديد، اللي ما شاف هذاك الفيديو يشوفه من جديد، راه ما كاين حتى شي مشكل. باش وذكرنا لكم التاريخ باش تفهم، الا صورت لكم، عفوا الا نشرت لكم هذا الفيديو في شهر 6، راه قلت لكم التاريخ باش تعرفوا، 31 مارس 2024. اللهم بارك. اذا اشوا خياليه، اشوا ممتعه، هدوات كما كتشوفوا. دازت العاصفه رعديه بزاف، اللهم بارك اليوم في اكادير. وهذا السيول انتم كتشوفوا، شوفوا تبارك الله، واد تبارك الله داز. كون شفتوها يلا وصل، كان مجهد بزاف، ولكن ديك الساعه ما كنتش وصلت هنا، كنا كنصور واحد الواد في هذيك الاتجاه. اذا سبحان الله، هذا واد والسيول خاص ديال اكادير، اللهم بارك. شوفوا الواد، شوفوا سبحان الله كي كان هنا كي ولا. دغيا، باش نكونوا واضحين. وهكا هاد الواد راه ما غاديش يبقى، تسالي الشتا يكون هنا عامر بالرمله. كاينه التراكس، هي كاينه التراكس. قربوا الواد، لاباس عليك، كتعرف بزاف. انني لا اعرفه، انني اعرفه، ولكن انه كذاب، كذاب هذا الرجل، لا يقول الحقيقة، إن هذا الرجل اسمه بيزلاف لا يقول الحقيقة، لا يكتشف الحقيقة، إنه كذاب، كذاب فقط، لا يعرف شيئا، ويبدع ويربح المال فقط. الله يسمح لكم، الله يسمح لك الشريف، الله يسمح لك. انت اللي كتقول لي كذاب، الله يسمح لك. اش درت لك اخويا؟ دقيت على داركم قلت لك راه كاين السيول، القناه ديالي ونحط فيها اللي بغيت. وربي بلاني بهذا الشيء، وربي سخر لي هذا الشيء، نجحت فيه، ايوا الحمد لله. ولا انت ما تقدرش تنجح فيه ياك. اذا هذه هي الطريقه ديال اللي بعد المتابعين، هكا كيقولوا. اذا اجواء خياليه، اجواء ممتعه، اجواء رائعه جدا، هذا الواد زوين تبارك الله، ممتع تماما. جينا هذه البلاصه باش نصوروها، وكيجيو بعض الناس هنا كنكتشفهم حتى هما كيديروا ستوريات خاصه في هذا الواد. تبارك الله، النعمه ديال سيدي ربي. صعيب صعيب تقطعي هنا، توسخي السبرديله ديالك. دابا الا كنتي غادي توسخي السبرديله ديالك، اللهم تمشي من تما. انا راه واخا تشوفي هكا راه غرق. علاش ما عمري مشيت؟ راه هذا واد، غير دابا فهمتيني، دابا ملي كيدوز هذا الواد كيغطوه بالرمله، كتجي التراكس كتقادو، ملي كيجي الواد عاوتاني بلاصتو هادي، فهمتيني. ما غاديش تقطع، الا قطعتيها تخرجي على السبرديله ديالك زوينه، والله تخسري هذيك السبرديله. دايرين الحجر تمايا. كاين الحجره مي اللي زلقتي؟ وفي نفس الوقت اللي زلقتي غادي نصورك. والله حتى نصورك حيت انا عزيز عليا هادشي. دبري راسك.
هانتوما اخوتي هادشي بنات بغا يقطعو هانتوما عرضتي بالك اختي تزلقي والله العظيم شويه عليك شويه عليك انت تقطعي والله الا قطعت برافو عليك بصحتك والله الا برافو انت فاش شكيت وحق الله انت غتزلقي والله رطي بالك اختي وحق الله شويه الله يحضر السلام والله حيت الواد هو مشكله كيدوخ ها تبارك الله يا ويلتك باش نوضح لكم هادشي اللي كاين.